ولذلك أهل الإسلام كثير وعلى مر القرون وهم كثير، ولم يوجد التحلل والإلحاد والجهل بأحكام الشرع مثل ما وجد اليوم عبر القرون، يعني إلى ما يقارب القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، وجملة الأمة على الإسلام، وإن أخطأوا وإن وجد بدع وإن وجدت معاصي، لكن الجملة منتسبة للإسلام ومعتزة بالإسلام ومفتخرة بالإسلام ومرتبطة بالإسلام، وترى فضل الله تعالى عليها بالإسلام، تحس بعزتها وكرامتها بالإسلام، ولا وجد التحلل والتميع والانسلاخ من الدين إلا لما تمكن المستعمر من بلاد الإسلام، لما تمكن الغرب من المسلمين، وإلا دخل التتار ودخل الصليبيون في البلاد الإسلامية وتمكنوا وملكوا، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يغيروا أحوال الناس أو أن تتحلل المجتمعات مثل ما هو اليوم. هذا لأسباب، منها وجود وسائل الإعلام، ومنها تحكم الكفار في الحكومات عن اختيار أو عن قهر، ومنها زوال الحواجز بين المسلمين والكفار، ومنها البعوث والدراسات اللي ذهبت للغرب، ومنها المستشرقون الذين دخلوا في بلاد الإسلام منافقون وأفسدوا مجتمعات الإسلام بإفساد الأنظمة، تحريف الدين، تشكيك في الثوابت، وإلا فجملة الأمة على الإسلام منذ دخلوا في دين الله أفواجا إلى قبل 100 سنة.